سلام. طيب خلينا نتكلم معاكي دلوقتي على مسلسل الثمن مع الفنان الجميل لباس الخياط، فاحكي لنا اكتر بقى عن الدور ده. صراحة ما بعرف من وين بدي بلش. كانت تجربة كتير حلوة، ممتعة ومتعبة طبعا. نحن لأنه صورنا لمدة 7 أشهر بتركيا، ببلد يعني مش بلدي، 90 حلقة، كنا عم نشتغل 6 أيام على 7، يعني كتير 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 حطينا من حالنا بهالشو. فبس لما فصلت برجع بتطلع لورا، كتير 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 مبسوطة بالشغل هناك وبالشغل مع باسل ومع المخرج وكل الكاست. بحكي كان شخصيتي هيدا عم تطلع علي عم عارفة أنا رايحة نام تاني، ليه أنا رايحة الشغل اللي طب بس ماي نيمو مهم، ماي نيمو هنا وعم بيسوق. لا 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 ما تقلقيش، شفتي في إيد أمينة. أوكي أنا بلعب دور سارة. سارة أرملة، خصت أهلها، عندها ابن وحيد والابن تبعها معه كانسر. وهي مهندسة معمارية، بتضطر تتوظف وتكذب عليهم وتقولهم أنه هي ما عندها حدا، أنه ما عندها ولد، لأنه هني ما بيوصفوا حدا مجوز أو عنده أولاد، لأنه بده الكل يكون مركز بالشغله. فاضطرت تتكذب، وبعدين كان لازمنا مصاري لعلاج ابنها بأسبوع بفترة صغيرة أو ابنها كان رح يموت. فالمسلسل ببلش بقديه هي جاهزة تضحي من نفسها كرمال تعيش ابنها، وبتعمل شي ما بيشبهها، بس هالشي من دونه ما بيكون في قصة لهالمسلسل. فكتير مهم انه كان يصير، وبعدين بيصير فيه دراما على دراما على دراما على دراما.